أقوى وأفضل هدية جات لي في حياتي، وهو درع اليوتيوب. يعني مش عارف، وقلت أول حد لازم يشوفه ولازم أفتحه معاه هو أنتوا، علشان ده جه بفضل الله ثم بدعمكم أنتوا. ده درع اليوتيوب الفضة يا جماعة، درع 100,000 مشترك. تعالوا بقى نفتحه مع بعض ونشوف شكله عامل إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتحه ازاي ده؟ لا مش هينفع كده. اجيب حاجة بقى اقطعه بيها. جبنا المقص اهو، رب يقطع بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه مش عايزة تقطع يا جماعة. فتحنا اول واحدة، تاني واحدة، تاني واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلك بس الدنيا دي كده. يلا فتح ازاي؟ انتوا عارفين عليه ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لازقة تانية في الجنب كده. فتح منين ده يا جماعة؟ اضغطوا لايك، لايك للفيديو ده عشان لازم يوصل ل100,000 لايك. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد فرحان قوي يا جماعه والله العظيم. بسم الله. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. دي حاجة كده مش عارف، المفروض ان هي رسالة شكر او حاجة. لا هترجمها وهقولها لكم برضو، بس نشوفوا الدرع الاول. ايه ده؟ ده برضو حاجة كده ترجمها برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالكوا يا جماعه هو جاي جوه كرتونه تانية كده جوه. بس بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى يا اخي، يا اخي تعالى بقى، تعالى بقى يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا يا جماعه درع اليوتيوب يا جماعه، غريبة انه بيبصم يعني، بس فرحان اقسم بالله. بصوا يا جماعة شكله ده، يعني حاجة نوع من انواع المعدن كده، بس هو مش فضة طبعا. الاسم عليه بارز شوية، تمام؟ مكتوب عليه اسمي طبعا وعشرة و100,000 سبسكرايب، سبسكرايبرز. فرحان ان شاء الله ربنا يكرمنا بالدرع المليون، الدرع الذهبي، طول ما انتم معايا وفي ظهري باذن الله. تعالوا بقى نشوف ايه اللي جاي معاه. يعني بصوا يا جماعه دي حاجه كده ما اعرفش مواصفات الدرع تقريبا،
انواع الدروع يا جماعة، دي حاجة كده انا مش عارف هي ايه، بس انا حاسس ان هي حاجة كده تحفظ الحاجات دي من الروائح والحاجات دي، ريحته حلوة. شوفوا يا جماعة.